بسم الله الرحمن الرحيم. غرر مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه الذي انعقد اليوم 16 مارس بالقصر الجمهوري لإعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا، واتباعا لكافة القرارات الوزارية السابقة تم تكوين لجنة عليا لوضع كافة التدابير التي تمنع دخول المرض للبلاد، ووضعت طبعا تحت هذه اللجنة كافة المقدرات الصحية والأمنية واللوجستية التي تعينها على أداء مهامها. وأصدرت اللجنة في اجتماعها الأول غرارا يقضي بإغلاق كافة المطارات والمواني والمعابر البرية باستثناء الرحلات التي تحمل المساعدات والدعم الفني والإنساني ورحلات الشحن الجوي المجدولة، كما وضعت اللجنة كافة التدابير اللازمة لاستقبال المواطنين العالقين في المعابر البرية وتهيئة الأماكن لهم لقضاء فترة الحجر الصحي. تؤكد اللجنة أن كافة هذه الإجراءات احترازية لمنع انتشار مرض الكورونا، وتهيب بكافة المواطنين التعاون مع الطواقم الصحية والأمنية وكافة الموظفين وعدم إعاقتهم من أداء مهمتهم الرسمية، لأن هذا يسهل كثير جدا في احتواء هذا المرض أو محاصرة هذا المرض قبل انتشاره. ونحن الآن في وضع جيد، ولكن إذا تعاملنا مع هذا الأمر بعدم تقدير لخطورته فربما ينتشر هذا المرض بصورة كبيرة جدا. لذلك التعاون مع الكادر الصحي أمر مهم جدا، تسهيل مهام رجال الأمن في تحقيق وصولهم إلى المشتبه فيهم أيضا أمر مهم جدا. اختيار الدولة لأي منطقة من المناطق للعزل الصحي يتم وفقا لتقديرات دقيقة جدا، وأكيد أن هذا الأمر يتم باستشارة الكوادر الصحية والطبية، ولن يتم اختيار منطقة سكنية أو منطقة يمكن يتأثر منها السكان. لذلك يجب أن لا نتعامل مع الأمر بحساسية كبيرة جدا، لأن هذا الأمر يتم وفقا لتقديرات محددة. إضافة إلى ذلك يجب أن نتعامل برضو بحذر شديد جدا مع الشائعات التي تنطلق في أماكن مختلفة، ويجب أن نستغي المعلومات الحقيقية عن وضع المرض وعن المصابين وعن كيفية التعامل معهم من خلال القنوات الرسمية. ستكون اللجنة في حالة انعقاد دائم، وتتلقى 3 تقارير في اليوم عن الوضع الصحي في البلاد. حفظ الله بلادنا وكافة البلاد وكافة الإنسانية. شكرا جزيلا.